أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم، يقول: ما المقصود بكثرة المسائل؟ المسائل التي لا حاجة إليها، مسائل الفضولية التي لا حاجة إليها، مثل مسائل بني إسرائيل لموسى لما أمرهم بذبح البقرة، قالوا: ما هي؟ ما لونها؟ ما هي؟ لو أنهم ذبحوا بقرة على طول، أي بقرة، أجزأت، حصل المطلوب، لكن شددوا فشدد الله عليهم. فالمسائل التي لا حاجة إليها هذا نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنها هي التي أهلكت من كان قبلنا، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. نعم.